كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سي هادي مرحبا بك. شكرا. التوقيت بالنسبة ليك ينطلق من توا، وخسرت باقي التوقيت الكل اللي هو 35 دقيقة من الساعة حتى التوا. الله غالب، هذيك هي ظروف اللعبة السياسية والديمقراطية. كي تحب تعتذر للناس على الروتار متاعك مرحبا، سينو كيفاش نائب عن حركة النهضة ونائب للشعب التونسي يعطي موعد لوسيلة إعلام باش يجي يقدم برنامج الانتخاب يجي روتار ب 35 دقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. هو هذا يراني مكان لا متعمد، وهالروتار هذا أنا أولا ساعة وبالذات ساعة نحبش نعيد على كل أفراد الشعب التونسي وعلى الإخوة الحاضرين في الاستوديو، ثم أنه هذا كان لأني أنا ما نعرفش المكان الحقيقة متاع جوهرة أفام، دونك جيت أنا تقريبا وصلت لهنا للقنطاوي مع ماضي ساعة وماضي ساعة ودقيقتين، وبالطبع حتى ندور السيد لهنا قاعد إلي تنطران دو مي جيدي. واضح، على الغالب على الغالب هو يصير مش مشكل به المعذرة. علاش اليوم نلقاو سي الهادي بن براهم؟ والسؤال خلينا ندخل في الموضوع مسي سي الهادي، علاش اليوم نلقاوك رئيس قائمة الحركة في المهدية؟ دونك كيل اوبجيكتيف معناتها؟ شنو هو الهدف؟ أنا من الناس اللي حركة النهضة رشحتني في 2011، وأنا في خلال الفترة هذه من 3 سنوات كنت من الناس اللي ساهمت مساهمة فعالة في كل ما أنجزته البلاد في خلال الفترة هذه، وخاصة على مستوى المجلس التأسيسي، بحيث واكبنا تجربة الحكم الائتلافي التشاركي، وكيف كيف صدقنا على دستور بلادنا اللي هو يعتبر بشبه توافق تام، أو هات نقولوا معناها كل تقريبا النواب صادقوا عليه ب 94%، وهذا يعتبر معناها حاجة معناها طيبة جدا في بلادنا، لأنه الشعب التونسي يولي هو اللي صادق على الدستور هذا التوافقي. ثم واكبنا الحفاظ على الحريات في الدستور هذا، يعني احنا صادقنا عليه حتى باش أهم حاجة ينعم بها اليوم الشعب التونسي وهو الحفاظ على الحريات، وهذا بالطبع حاجة طيبة جدا لمواطنينا، توفير مواطن الشغل للعاطلين عن العمل، المراهنة على الحوار الوطني. قديش وفرتوا مواطن شغل للعاطلين عن العمل؟ والله في خلال هالسنتين هذوما، في السنة الأولى من 2012 وصلنا إلى 130 ألف موطن شغل، وفي 2013 نظرا للظرف اللي عاشته البلاد من الناحية السياسية ثم للجفاف اللي هو يعتبر جفاف القرن، هذا بالطبع خلى بكونوا مواطن الشغل توصل إلى 90 ألف، وهذا يعتبر قدام 50 سنة اللي فاتوا من أفضل ما أنجو الاقتصاد متاع البلاد في مجال التشغيل، يعني تقريبا في ظرف سنتين وصلنا ل 220 ألف. احنا في برنامجكم على البرنامج، أنا في برنامجنا الأساسي كنا أحدثنا قلنا باش نحثوا 110 ألف تقريبا موطن شغل كل سنة، اللي هم يجيوا في 5 سنين، لأنه برنامجنا عملناه وقتها في 2011 على 5 سنين. سمحني، فمش برنامج على 5 سنين، 2011 أمان ما نعملوش شوية مغالطات، لأنه البرنامج اللي تقدم على عام. أنا مع عمري ما نغلط. أنا وقت أنا شارك في البرنامج الاقتصادي للحركة النهضة، وتنجم ترجع أنت وتلقى مواطن الشغل 560 ألف على 5 سنوات، وتنجم ترجع وتقرأ. هذا إحنا أنا ساهمت فيه، ولهذا أنا حزب حركة النهضة جدد فيه الثقة، ثم أنه أنا زاد كنت في جهتي فعال وزرت الريف وزرت المدن، وأنا
تعرفني هبيرة ويعرفوني شربان ويعرفوني ولاد الشامخ ويعرفوني السواسي وكل المعتمديات بقطع النظر على باختصار سي الهادي تقييمك لتجربتك. نعم. لو كنت تعطي روحك عدد من واحد حتى العشرة على عشرة. أنا في موضوع التجربة هذه الإنسان يصعب باش ينجم يقيم نفسه، ولكن احنا كنا من الناس العمود الفقري نتاع المجلس التأسيسي كان هما أفراد حزب حركة النهضة، يعني أهداوا لتونس هالدستور هذايا العظيم وأهداوا زاد كل التحولات الديمقراطية وخاصة القانون الانتخابي، ولا احنا توا بصدد استكمال هالمرحلة هذه الانتقالية اللي هي مرحلة بكل صراحة احنا وصلنا البلاد إلى شاطئ الأمان، توا قاعدين نتحدثوا على انتخابات وإن شاء الله ربي تمام بخير هالانتخابات نوصلها. واضح. يولي أنجز الحر ما وعد. واضح. هذا واضح. تقريبا واضح. وصلت الفكرة. فيسع ناخذ تعليق من عند ضيوف الكرام حول كل اللي تقال في تقييم، لأنه قبل ما جي أنت كان تقييم المرحلة على أساس أنه من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد، وبالنسبة لهم اجتهدت ولكم أجر واحد. أجر عم بغادي بلي خلينا نعمل العكس. تفضل سي حفظ الزواري. أنا نحب نرد على الأخ دونك دقيقة معنا نعطيك فكرة نتفاعل ومش نرد. تفضل. تقريبا سي حفظ الزواري، أنا كنت نمشي لوزارة من الوزارات، كي ندخل الباب نلقى فيها السائق نتاع وزارة والوزير ولا حاجب ولا اثنين. الأسبوع اللي فات مشيت لوزارة وزارات لقيت 12 قاعدين نوت، وهذوما نتصور اللي العشرة ولا التسعة مواطن شغل تخلقوا من 130,000. واضح. سي سيف الدين. والله نحب نعقب على الأخ مع احترامتي ليلو، ليست حركة النهضة هي اللي أهدت الدستور لتونس، هذا المؤكد. لا قلت انت قلت احنا اهدينا دستور لتونس، ليس حركة النهضة، الشعب التونسي هو سامحني الشعب هو من افتك الدستور لتونس، وليس حركة النهضة وليس اي حزب اخر، مش مع احتراماتي لحركة النهضة. حاجة الاولى بالنسبة للتشغيل، كتقول لي شغلت 130,000، يعني البطالة ولات 800,000، كانت اقل برشا فهمني ما نعرفش انا معناتها، يعني مشني مع تشغيل معناتها نتفهم انه فما ثوره نتفهم، ولكن ما شفناش ديزانديس تاع ناس تعرف وتخطط على بعد 5 و10 سنين. الناس ملاحظه 130,000 نجم نقول لك فيهم قداش راهو ينتمون لحركه النهضه، هذه ملاحظه مهمه برشا فهمني. وخير دليل النتيجه اللي وصلنا لها في تونس، الامن هنخزر له كيفاش وصل فهمني. السوسه الجميله معناتها المضيافه ولات ديزاغريسيون في وسط القنطاوي، القروان كذلك في كلهم في المواشي نتاعهم، معناتها ديزاغريسيون للناس، ولينا ما عادش نجموا نتحركوا. معناتها انا متشائم بالنسبه للعمل اللي قاموا به الجماعه. واضح. واضح. سي فرج. والله بالنسبه لل ممثل حركة النهضة معناها عنده الحق باش يدافع على حزبه وعلى برامجه، لكن احنا من خارج المجلس ونعيشه في على مستوى الحياة اليومية، من المشاكل الكبيرة نتاع الاقتصاد التونسي وبحذانا سي حافظ معناها عنده فكرة، اللي هي التشغيل تم في تونس ومش الأرقام هذه اللي عطاها لنا، تشغيل تم بدون إنتاج في تونس، وهذا من الأزمة الكبيرة اللي صارت في تونس، معناها تخلقت مواطن شغل وتعبات الوظيفة العمومية بالموظفين، لكن على مستوى البرودكسيون على مستوى الانتاج ما فماش انتاج، وهذيك من المشاكل الكبيره اللي خلات توا معناها الموازنات معناها على مستوى المالي معناها صعيبه برشا في تونس. واضح. كبر مقتا عند الله.